بحذر شديد يرقب رفاقه الذين يبعدون عنه أمتارا قليلة فقط، فهم يعرفون تماما كيف تجري المعارك هناك في جبهة ثعبات شرقي مدينة تعز. وكما هي جبهة ثعبات معقدة، كذلك هي المواجهات فيها أيضا، فالمسافة التي تفصل رجال المقاومة عن الميليشيا تكاد تكون معدومة هنا، ولا شيء يقيهم الرصاص سوى بقايا جدران أو أشباه متارس. ولإحراز أي تقدم يضطرون للتسلل عبر الأزقة والمرور خلف الركام، يسيرون بحذر محاولين النجاة من الألغام المزروعة في كل شبر. لكن السرعة مطلوبة أيضا للنجاة من رصاص قناصة الميليشيا المعتلين مباني الحي العالية. وبالرغم من صعوبة التحرك في ساحة المعركة المزدحمة بالمباني السكنية وإحكام سيطرة الميليشيا عليها، إلا أن تقدما كبيرا أحرزته المقاومة اليومين الماضيين بعد مباغتة قامت بها لعدد من المباني التي كانت سكنات عسكرية، فيما أغارت طائرات التحالف على مواقع أخرى للميليشيا، لتحتدم بعدها المعارك والقصف العشوائي الذي تلجأ له الميليشيا كلما تكبدت خسائر في الجبهات.